السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت واحد الموضوع اللي تيسولوني عليه بزاف ديال السيدات المتزوجات في البريفي اللي تيحشموا يسولوني اون لايف وتيسولوني سواء للرجال ديالهم او سواء ليهم. بغيت اليوم نقدم لكم واحد كيف قلت لكم تيسولوني بزاف ديال البنات على منشط جنسي اللي يكون طبيعي سواء بالنسبه لها او سواء بالنسبه للزوج ديالها. للاسف ولينا دابا بنات ولا يعني ازواج ولا زوجات في سن مبكر تتلقى عندهم داك العجز على داك العجز الجنسي او لا تكونش عندهم ديك الطاقه او لا ديك الرغبه الجنسيه نظرا للضغوطات اللي تنمر بها في الحياه ديالنا نظرا للامراض اللي ولات كثيره كثيره بزاف. يعني الناس ولا كلشي عايش على الاعصاب ديالو ولا كلشي مضغوط ولا كلشي مقلق ولا كلشي معصب دونك ترجعوا في واحد الوقت داكشي تيرجع لنا تاثر لنا على الرغبه الجنسيه سواء للزوج او للزوجه. من هذا المنبر هذا غادي نقدم لكم واحد جوج ديال الانواع من كومبليمون من مكملات غذائيه من الصيدليه اللي مكونين من اعشاب طبيعيه فقط يعني ما عندهمش شي تاثيرات على الصحه ديال الانسان ما عندهمش شي تاثيرات على سواء على المراه او لا على الرجل. بالنسبه لهذا المكمل الغذائي اللي غادي نوريكم هو من نفس لابوغاتوار مخرج لنا جوج ديال الانواع ديال المنشطات الجنسيه اللي طبيعيه وماشي غير منشطات جنسيه هادو فقط ولكن منشطات تلذات. الناس اللي تيحسوا براسهم فاشلين ومقلقين وما عندهمش طاقة يعني ما عندهمش طاقة باش ينوضوا ويزولوا العمل ديالهم اليومي ولا عندهم واحد العجز يعني هذا تيعاونهم وتعطيهم واحد الطاقة كتر كتر وتعطيهم واحد سيتين تونيفيونت ناتوريل ما فيهش مكونات اللي خايبين ولا شي مكونات اللي تقدر تاثر على الصحه ديالكم. بالنسبه لهاد جوج اللي غادي نوريكم كاين ليبيديل كيف تشوفوا معايا بالنسبه ليبيديل بالنسبه للمراه للزوجه كاين ليبيديل بالنسبه للزوجه ليبيديل قلت لكم بالنسبه للزوجه ها هي هنايا العلامه بالنسبه للزوجه بالنسبه لليبيتون بالنسبه للزوج غادي نعطيكم المكونات ديالهم. اول حاجه نبدا بليبيديل بالنسبه للزوجه. ليبيديل فيه جوج ديال المكونات الرئيسيه وهي المكة والجينسانغ. المكة واحد العشبه نباتيه اللي عندها واحد الفعاليه كثيره لتنشيط لتنشيط للشعور لنا بالرغبه الجنسيه. والجينسانغ كذلك معروف الزنجبيل عنده فوائد متعدده بزاف. دونك المكه هي واحد العشبه اللي طبيعيه وعشبه نباتيه ومعروفه الستيمولون ومعروفه يعني التنشيط ديال الرغبه الجنسيه وتحسين المزاج الجنسي بالنسبه للمراه. وبالنسبه لهاد ليبيديل تتخذ جوج حبات في الفطور وجوج حبات في العشاء. يعني الوقت امتى تاخذيه الوقت اللي تحسي براسك راكي مضغوطه وما عندكش نهائيا ديك الطاقه وما عندكش ديك الرغبه وما عندكش يعني من بعد منين تدوزي من شي فتره مرض او لا من شي فتره ديال شي مشكل كبير او لا من فتره ديال ضغوطات ديال نظرا للمنزل ديالك ولا مشاكل في البيت ديالك ولا شي حاجه وتيولي المزاج ديالك معكر بزاف يعني المزاج ديالك تيولي خايب ما تتبقاش عندك القانة او الرغبة لأي عمل سواء منزلي او لأي عمل. بالنسبة لهاد ليبيديل هو غادي يعاونك يعطيك واحد الطاقة ويعطيك واحد الرغبة نظرا للاستعمال ديال يوم على يوم على يوم تتلاحظي على ان ديك الرغبه الجنسيه نتاعتك تتبدل وتتولي عندك رغبه اكثر واكثر واكثر. بالنسبه ليبيديل بالنسبه للمراه هادشي اللي غادي نقول لكم عليه الثمن ديالو 139.90. بالنسبه للزوج كاين ليبيتون كذلك مكوننا من المكه
من الجينسنج من الجوارانا، الماكا والجينسنج والجوارانا، وطلعت بزاف ديال تيجيو عندي يعني اجانب تيسولوني على برودوي اللي تكون فيه الماكا، ما تيبغوش ياخذوا دوك لي فياغرا ولي فيغوركس وداكشي، ما تيبغوش ياخذهم، تيقول لي نعطيني شي كومبليمون اليمونتير اللي يكون تحتوي على الماكا، يعني الماكا معروفه منشط جنسي طبيعي. لي بيتون كذلك تحتوي لنا على الماكا وعلى الجينسنج اللي هو الزنجبيل وعلى الجوارانا، الجوارانا اللي تعطينا الطاقه اللي معروفه الجوارانا راه تتوجد لنا في بزاف ديال لي فيتامين، تتوجد بزاف ديال لي كومبليمون اليمونتير اللي تعطيونا الطاقه، دونك تيحسن لك المزاج الجنسي ديالك، تعطيك واحد الطاقه في الذات ديالك، تعطيك واحد الرغبه باش تقوم بالواجبات ديالك اليوميه وباش تقوم بالواجبات ديالك الزوجيه. يعني كيفاش تيتخاد هاد لي بيتون؟ كيتخاد جوج حبات من بعد الفطور، وطرد البال بزاف الاطباء، يعني الاطباء تيكتبوا بزاف هاد لي كومبليمون اليمونتير، يعني من الاحسن ما يجيوش سيرتو تنشوفوا دابا الدراري باقي صغار، يعني باقي ما واصلينش واحد السن، تلقيهم تيستعنوا بالفياغرا ولا بالغوركس ولا شي حاجه باش يعاونوا على النشاط الجنسي ديالهم، وبزاف منهم تنصحهم يعني اللي بياخذ اول مره تنقول ليه خذ هاد الكومبليمون اليمونتير، هاد مكمل غذائي، وغادي تبحوا تبعوا ان شاء الله واحد الشهر وغادي تحس بالفرق وغادي تبان لك النتيجه، وفعلا جربوه. هنايا نصحت به سيدات متزوجات اللي تيعانيو من هذا المشكل هذا مع الازواج ديالهم، وفعلا استعملوه وفعلا عطاهم واحد النتيجه اللي زوينه وزوينه بزاف، وكذلك الرجال تياخذوه بزاف ديال الاطباء من بعد واحد الوعكه صحيه، اولا سيدات اولا الازواج اللي يكون يلا تيكون تيبداهم مرض سكري اولا تيكونوا تياخذوا ادويه ديال الاعصاب، يعني تنعرفوا ديك الادويه ديال الاعصاب اولا مرض السكري تيدينا واحد العجز جنسي اللي ما تيخليناش ديك الطاقه الجنسيه، وما تيخليناش نحسوا بديك الرغبه الجنسيه، يعني تاخذوا هذا المكمل الغذائي انا تنصحكم به، ما عندوش تاثيرات جانبيه. بالنسبه لي بيتون الثمن ديالو 129.90، وانا علاش حطيت لكم هذا الفيديو؟ حيت اكيد بزاف ديال البنات تيتفرجوا فيا، واكيد بزاف ديال الرجال تيتفرجوا فيا وتيحشموا يمشيو لعند الصيدلي ديالهم او للصيدليه ديالهم ويسولوهم على نوع من المكملات الغذائيه اللي تتعاون الطاقه الجنسيه، وتيحشموا باش يمشيو يسولوا ولا يقولوا انا حطيت لكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله مكملات غذائيه اخرى غادي نحطهم. الى عندكم شي تعليق، حنا قناه كلها هي مجال صيدليه، كل ما يتعلق بعالم الصيدليه كان شي تعليق الله يجازيكم بالخير، يكون في اطار كيف تنقولوا ديما احترام متبادل من الطرفين مني انا، وتنتمنى حتى المتابعين ديالي التعليقات ديالهم تكون في احترام. بتتابعوني تابعوني على الانستغرام ديالي نوال ادريسي قيدي، نوال ادريسي قيدي راه الانستغرام ديالي غادي تلقاوه على الصفحه ديالي ديال على القناه ديالي ديال اليوتيوب، من تما الى بغيتوا تتواصلوا معايا وتسولوني على شي اسئله بيني وبينكم مرحبا، تقدروا ديروا ابوني ديروا اشتراك ديروا ليا ابوني في الانستغرام ديالي باش هكا يطلع ليا الميساج ديالكم ديريكت كيف نتصل به الوقت اللي تنسالي الاشغال ديالي، وتنسالي تنعطي واحد الوقت للاجابه على الاسئله ديال المتبعين ديالي، ونتمنى ينال الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع صحابكم وصحاباتكم مع العائلات ديالكم الامهات الاباء ديالكم، يعني كنتي بنت باقا جون تتفرجي فيا مصاحبه انت وماماك عندها هذا المشكل هذا، تبارطاجي مع هذا الفيديو هذا مكمل غذائي ما عندوش مضاعفات اللي صعيبه. بالنسبه اللي جيو تسولوني على الناس اللي عندهم امراض السكري تعطيو لهم الطبيب عادي، الناس اللي عندهم امراض ديال القلب هما اللي ما نقدروش نعطيوهم شي حاجه اللي منشطه هكا تنخافوا تاثر لهم على الدقات ديال القلب، يعني ما اما امراض السكري عادي باش ياخذوه الناس اللي عندهم امراض ديال القلب او لا تيستعملوا لا شيميو او لا تيستعملوا شي حاجه اللي هذا ما يمكنش ياخذوه بدون استشاره ديال الطبيب ديالهم، اما الناس اللي عندهم امراض السكري ما عندهم حتى شي مشكل باش ياخذوه. وكملوا الفيديو في المشاهده وديروا جيم الى عجبكم لا فيديو،
ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.